عود على beautiful places. them الضمير them. أخذنا أنواع الضمائر السبجكت والأوبجكت والبوسيسيف ديترمينرز والبوسيسيف بروناونز والرفلكسيف بروناونز. هذا من الأوبجكت بروناونز للجمع. فبيوتيفول بليسز بتعود عليها الذم ماشي، وار جوينج، ار جوينج هاي اللي هي بريزنت كونتينيوس مضارع مستمر زمن الفعل، ويو الفاعل. زي ما كنا ناخذ الديفيجن تاع التقسيم تبع السنتنس بيلدينج، هون سبجكت هون فيرب صح، تو بريبوزيشن حرف جر، رايت فعل مجرد. طبعا التو دائما هاي تو لكي، معناها لكي لبيان السببيه، يعني لكي تكتب يكتب. هون يجي الفعل مجرد لانه ورا تو بيجي بدون اضافات. Let's move to picture number 2. ننتقل لصورة 2. كريم الطالب، يعني في طالب من الطلاب اسمه كريم، شو بيقول؟ How can we find information about the places؟ دزيه ثلاث طقات بعدين دزيه مرة ثالثة، يعني طقة ثنتين ثلاث دزي بعدين تفشي. طيب كريم أحد الطلاب اسمه كريم بيقول How can we find information about the places؟ يعني كيف، how كيف، can للسؤال عن القدرة، can كيف يمكننا أن نجد find information معلومات about the places عن هذه الأماكن. The article كمان من أدوات التعريف اللي هي ال، هذه الأماكن في اللغة العربية صح نقول الأماكن، the هاي اللي هي ال للتعريف الأماكن. مستر يوسف شو برد الأستاذ؟ He answers the question، شو بيقول؟ بجاوب السؤال بيقول Use an encyclopedia. Encyclopedia هاي الكلمة جديدة، we have a new word here، هاي اسمها موسوعة علمية. Encyclopedia معناها موسوعة علمية. بيقول له استخدم encyclopedia. كمان الآن هاي أداة تعريف ولكنها تستخدم للأسماء التي تبدأ بحرف عل. أحرف العل هن A I E U صح؟ A I E U و O كمان A. هي هاي الآن تستخدم للأسماء التي تبتدي بحرف عل. الـ E من أحرف العل، أحرف العل هن A I. أنا مش مجهزة ورقة. طيب خلينا نكتب لكم إياهن على اللوح. في عنا شيء اسمه articles. articles يعني أدوات تعريف. في عنا أه وفي عنا أن، عفوا، وفي عنا ذه صح؟ أه أه أن ذه. أه للاسم العادي، مثلا بقول أه بوك عادي ما ببتدي بحرف علة، أبوك. لما أقول آن، آن ببتدي الاسم بحرف علة، حروف العلة A I E U O. هي الأسماء اللي بتبتدي ب A I E U O زي آن، زي آن إنسايكلوبيديا اللي موجودة هون. هي هي الآن إنسايكلوبيديا ابتدأت بحرف علي إي. ذا عادي استخدمها لأي اسم، بقول the place المكان، the school المدرسة، هنا مثلا عندنا نكمل there is a lot of information in an encyclopedia. there is هون نستخدمها لتحديد الكمية، قلنا في there is وفي there are. there is a lot of، a lot of كلها مع بعضها يعني الكثير من المعلومات في الموسوعة. شو فيها المعلومات؟ هاي كريم برجع شو بقول؟ it's a big book. لاحظا هون it's هاي اللي هي it is. It is a big book. It اللي هي الضمير، is الفعل، a الارتكل أداة التعريف،
big صفة، الصفة دائما تسبق الاسم، وبوك هو الاسم كتاب. It's a big book. Where do I look؟ أين أبحث في هذا الكتاب الكبير؟ شو مستر يوسف بيقول؟ Look ابحث at the index في الفهرس. Index معناها فهرس. Find جد يعني أولاق يدور. The number of the page there هناك يعني لاقي رقم الصفحة. There هناك. وين there؟ there تعود عمين؟ على الindex على الفهرس. Picture number 3 في الصورة رقم 3 طبعا. كريم شو بقول كريم؟ I am writing. التنس تبع الفيرب هون أنا أكتب الآن. Present continuous. I am writing about أم قيس. أنا أكتب عن أم قيس. أم قيس اسم بدأت بـ capital letter. There are some Roman buildings there. هناك بعض الأبنية الرومانية هناك. هناك. وين هناك؟ there هاي تعود على أم قيس. How do you spell buildings؟ كيف تهجئ كلمة buildings؟ شلون بتهجيها؟ شلون بتقرأها؟ علي شو بجاوب؟ بقول I can look up the word in the dictionary. بقدر أبحث. I can أنا أستطيع أن أبحث عن الكلمة في القاموس. Here it is. إنها هنا. لقد وجدتها. B U I L D I N G S buildings. كريم can you repeat that please؟ هل تستطيع أن تعيدها مرة أخرى من فضلك؟ علي بعيد مرة ثانية بيقول B U I L D I N G S buildings. يعني هون كمان بعلمونا how to spell the words، كيف نهجئ الكلمات. In picture number 4 في الصورة الأخيرة طبعا، مستر يوسف الأستاذ the teacher شو بيقول؟ Now الآن check your partner's work please. يعني الآن تفقد your ضمير ملكية طبعا. Your partners الأس هون أس الملكية. Work please يعني من فضلك تفقد عمل زميلك. Your ضمير ملكية الأس أس الملكية. Check تفقد هون imperative فعل أمر. كريم شو بحكي؟ Your work is very good علي. يعني الطلاب اشتغلوا مع بعض وتفقدوا شغل بعض. كريم شو بحكي؟ Your ضمير ملكية. Your work is very good علي. عملك جيد جدا يا علي. علي شو بجاوب؟ Your work is very good too. عملك جيد جدا أيضا، أو عملك كذلك إنه جيد جدا. مستر يوسف شو بحكي؟ Good جيد. Now الآن I أنا can أستطيع mark أحط علامات أو أصحح your work عملكم أو أوراقكم. ماشي؟ طبعا هذا هو الدرس وهي القراءة تبعته وهي كل إشي فيه تقريبا. بدنا ننسخه، نركز في النسخ على الترتيب وبدنا نعيد قراءته ونتدرب عليها ونحفظه، يعني عشان إن شاء الله بعد ما نرجع نداوم نشوف قراءتكم شلون. كل ما تمرسنا كل يوم كل يوم على القراءة كل ما كان أحسن وأحسن. بالنسبة للمعاني use استخدم، dictionary حاسو، listen استمع، read اقرأ. تمام. good morning صباح الخير everyone جميعا. holiday عطلة، summer صيف، visit يزور، beautiful جميل، places أماكن. today اليوم. I am writing أنا أكتب الآن. Roman buildings أبنية رومانية. some البعض من.
how كيف. look up يبحث عن. where كلمة. can يستطيع. repeat يعيد أو يكرر. في عنا this that ترى. في ذات اسم إشارة للبعيد وفي this اسم إشارة للقريب. please من فضلك طبعا هاي please من فضلك. how كيف. find يجد. information معلومة. about عن. use استخدم. an encyclopedia موسوعة. encyclopedia اسم طبعا نوعها من parts of speech من أقسام الكلام هي noun اسم. a lot of الكثير من. big كبير. where أين. look أبحث. في look ينظر بس هون حسب السياق معناها يبحث. index فهرس. find جد يعني دور أو لاقي. page صفحة. وذير معناها هناك. check تفقد. partner شريك. work عمل. very good جيد جدا. ومارك يصحح. كان يستطيع. ماشي دونوا هاي المعاني واحفظوهن وتدربوا على قراءة الدرس. في له تسجيل يعني في مادة سمعية للدرس رح أزودكم فيها على جروب الواتساب أشاركها معكم عشان تستمعوا كمان لقراءة الدرس وبرضو أنا صورت لكم إياها هون. وانسخوا بخط كويس وتعرفوا على الأشياء الجديدة. تنسوش الارتكلز اللي صورناها هون. أ وأن وذا أدوات التعريف يعني. A book an encyclopedia the place اللي هني زي قال التعريف بالعربي مثلا. ماشي ويعطيكم العافية سادس.